يعني بجد مخترعه، يعني مخترعه وعندك افكار. وليه الفيزياء بالذات؟ يعني كلمينا الاول الفيزياء ايه اللي حبيبك فيها؟ يعني الفيزياء حاجه برضو صعبه جدا. هي صعبه، احنا مش هنقول مش صعبه، بس هو حب الفيزياء انت دلوقتي بتستنتج اللي قدامك، بتشوف نظريه، بتشوف فكره، مش مجرد فكر تجريبي او حاجه واحد يعني حاجة بتعملها أو بتشوفها، بتتكون في عقلك، بتحاول تستنتج الفكرة الجديدة، بتحاول تشوف إيه حركة الأجسام حواليك ماشية إزاي. مش فكرة اللي هو أنا هحفظ ده هروح أهدشه في الامتحان بالظبط، زي ما الكل ممكن يكون استنتاجات. الفيزياء كلها استنتاجات، فعشان كده من الأول خالص لما تلاقي نفسك بتفكر طب ليه ما عملش كده، طب ليه اكتشفوا كده، طب هيكتشفوا إيه بعد كده، ده خلاني أحب الفيزياء، أحب أشوف أستنتج أنا كمان، أشوف أنا كمان زيهم إيه الحاجات اللي إحنا ماشيين لها، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نطور فيها. فيها ابداع، الفيزياء فيها ابداع اكيد طبعا. مفيش يعني مجال زي الفيزياء والكيمياء بالذات، الحاجات اللي احنا ممكن بتبقى غايبه عن الكتب بتاعتنا كدراسه. زي الحفظ اللي انت بتتكلمي عليه، ولان انا برده كنت بتضايق جدا من الحفظ، لكن بحب الحاجه عمليا بتتعمل ازاي، والفيزياء كلها عملي ممتعه جدا. بتعرف تضيف للمجال وتعرف تستفيد من المجال اللي انت بتدرسه، بتبقى مستمتع وانت بتدرس حاجه يعني كده فيها كلها ابداع، كلها تخيلات، كلها استنتاجات مش تجريديه، يعني مش واحد بلس وان يعني 1 بلس 1 ايكوال 2، مفيش الكلام ده، لا مفيش حفظ اكتر يعني. بالظبط. طيب شروق، احنا برضو عارفين ان انت ما شاء الله بتدرسي في كليتين مع بعض، او كليتين كده بالتساوي او بتزامن مع بعض، ازاي بتعملي ده؟ يعني مثلا وكليتين صعبين جدا، علوم وهندسه. هو الفكره كلها ان انا دي كانت عن طريق مسابقه في الكليه عندنا، انا رحت لدكتورتي. انت اصلا بتدرسي في علوم؟ بدرس في علوم. انا بحب قسم الفيزياء فدخلت علوم قسم فيزياء. كان عندي فكره في الاول، قلت لدكتورتي دكتوره ايه راضي مديره وحده اي هاب للابتكار ورياده الاعمال، الدكتوره انا عندي فكره عايزه اطورها. قالت لي طبعا الكليه كلها كليه البنات جامعه عين شمس، قالت لي الكليه كلها تحت امرك، شو هنطور لك الفكره بتاعتك ما دام هي فكره ناجحه. قعدت كتير قوي في يعني المسابقه، كانت هي اسمها هي تبتكر. قعدت كتير قوي اتناقش مع اساتذه كليه علوم، اساتذه كليه الهندسه، لغايه لما وصلت بقى للفكره تمام 100% ان هي قابله للتنفيذ، الفكره ناجحه. بعديها كان برعايه يعني دكتوره اميره، اميره يوسف، عميده كليه العلوم، كليه بنات. الفكره كانت تمام. بعديها قابلت دكتور محمد البحيري، دكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار ورياده الاعمال جامعه عين شمس. قال لي شروق الفكره تمام، انت محتاجه ايه؟ قلت له انا عندي الفكره 1 2 3 على الورق، تنفيذها محتاج دعم، او محتاج ان انا ادرس كورسات معينه في المواقع في السي اف دي والكلام ده كله، والكورسات دي متوفره في هندسه جامعه عين شمس. فجيت من هنا بقى، جت من هنا الخلطه هنا.